واليوم 26 جانفي، غدوة 27 جانفي. 26 جانفي 78 أحداث دامية معروفة، 26 جانفي 95 ذكرى استشهاد سحنون الجهري عضو الهيئة التنفيذية للرابطة التونسية دفاع خنسان الله يرحمه، و 27 جانفي 2014 ذكرى دستور الثورة. سيد ماهر المذيوب، في ذكرى دستور الثورة، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيد الكريم لكم ولقناة الزيتونة الغراء. أنا لا أتوقف على تشجيع ودعم الإطار الإعلامي واللوجستيكي لهذه القناة المناضلة. الصوت الحر اللي الحمد لله يعطي للتونسيين الحقيقة من جميع أبعادها، وليس مثل بعض القنوات التي اختصت بهتك الأعراض وبث الإشاعات وترذيل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لتونسنا العزيزة. هذا من حسن أخلاقك سيد ماهر، شكرا جزيلا. لا، هذا واجب، هذا واجب، وتيقن أنه من القلب، وتيقن أنه الآلاف، نقول مئات الآلاف من التونسيين يسافرون هذا الرأي وليس الانتباع. غدوة إن شاء الله يوم 27 جانفي 2023 هي الذكرى التاسعة للمصادقة على دستور الجمهورية التونسية. هو ليس دستور الثورة، هو دستور الجمهورية التونسية والدستور الوحيد الذي حظي بأغلبية كاسحة في المجلس التأسيسي الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية. هذا الدستور الذي عمد بالدم، دم الشهداء، دم الشهداء لعشرات السنوات من أجيال الحرية والمناضلين والمناضلات من أجل حياة حرة وديمقراطية في تونس. هذا الدستور الذي معناها عمد بآلام والجرحى وبآلام المناضلين في السجون، يعني ناس أعطت شبابها، ناس أعطت أكثر من نص عمرها باش تصبح تونس دولة ذات سيادة حرة ودولة ديمقراطية. أنا في هذه اللحظات ومن هذا المنبر الشريف، من هذا المنبر الحر، من هذا الصوت الحر، نحب نتوجه لكافة المؤسسات والمؤسسين، سادتي الذين كتبوا دستور الجمهورية التونسية 2014، الشهداء منهم رحمهم الله والأحياء، ربي إن شاء الله يحفظهم بصحتهم ويعطيهم الصحة ويكونوا معنا في، وهم معنا، وأنا شفت ولاحظت كثير منهم في التحركات اللي قام فيها جبهة الخلاص الوطني. نعم، متواجدين. يعني حقيقة هذا يوم مهم وفارق في تاريخ الشعب التونسي. الحل وبداية كل حل الأزمة في تونس يبدأ من دستور 2014 والباقي كله تفاصيل. نعم. قلت كذلك يوافق اليوم 26 جانفي تاريخ استشهاد سحنون الجهري عضو الهيئة التنفيذية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، توفي في سجون بن علي سنة 95. إن الله نرجعون وربي يرحمه ويظهر حقه. سيد أحمد.